أغلقت الأسهم اليابانية قرب أعلى مستوى في 10 أسابيع اليوم، حيث عزز ضعف الين أمال المصدرين وحفز إعلان نتائج الشركات وتوزيعات أرباح الإقبال على شراء الأسهم. وارتفع مؤشر نيكاي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1%، وصعد سهم جابان توباكو بنسبة 6.8%. كذلك ارتفعت جميع المؤشرات الفرعية لمؤشر توبكس. الاستثناء كان فقط في أسهم تاكاتا، وذلك بسبب إعلان أكبر عملائها شركة هوندا للسيارات أنها ستوقف استخدام أجهزة نفخ الوسائد الهوائية الأمامية.